ايه بتبص لي كده ليه؟ مش مكلمك؟ ايه يا عبدو؟ في ايه؟ مالك؟ حاططني في دماغك ليه يا عبدو؟ انا احطك في دماغي؟ هي دماغي فاضيه للدرجه دي؟ طيب ما دام دماغك كبيره قوي ما تسيبني في حالي بقى. مش لما تدفع اللي عليك. اللي عليا؟ انا مفيش عليا ليك حاجه. لا عليك يا اخويا، انا عمري ما استلفت ولا سلفت حد. بس انا قررت من النهارده لا مؤاخذه يعني 100 جنيه شهريا. 100 جنيه شهريا؟ بمناسبه ايه ان شاء الله؟ مزاجي كده، انا عايز كده. هو مش انا بامن المنطقه؟ خطأ الا بالله. مش انا سهران للناس عشان الامان؟ هو الكلام ده مش بفلوس ولا ايه؟ ولا انت مش عايز تفتح عينيك ولا اعمى بقى؟ بقول لك ايه يا عبده، خلينا كويسين مع بعض وابعد عني وسيبني لو سمحت. ممكن؟ ممكن ايه؟ راح فين؟ ما تخليش اعورك، انت راجل كبير. ما ينفعش اسمع الكلام. ارحمني يا منير. هتنادي مين؟ ما يهمنيش انا. انت بتقول ايه؟ سامع ولا ايه؟ على ايدك انت كبير. مش كده يا جماعه، صل على النبي. حرام عليك. سيبني مش هسيبه. اهدى بقى. سيبني. اهدى. سيبني. تعال معايا، تعال. والله ما هسيبك. تعال يا ابني، تعال. تعال سيبك مني، سيبك منه ده. ماشي يا منير. سيبك منه. ماشي يا فتحي. انا هوريك. اطلع انت ارتاح يا عم الحاج وانا هاخده عندي في المحل. انا خايف عليه يا ابني. ما تقلقش، ما تقلقش، هو معايا. خد بالك منه. اطلع. خد بالك يا ابني، خد بالك. ربنا معاك، لا حول ولا قوة الا بالله. تعال تعال. لا حول ولا قوة الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. اتفضل. تشرب ايه؟ لا ده واجب علينا. قول لي بقى ايه حكايه عبده ده؟ اصله جالي هنا وقعد يقول لي لازم تعرفني وهسيبك النهارده تسال عليا، وكمان القهواجي جه حذرني منه. ايه الليله دي؟ ده واحد صايع مش لاقي حد يلمه، وقال الحاره هنا غلابه مش عايزين مشاكل، وهو بقى فارد نفسه عليهم. بلطجي يعني؟ اه بلطجي، بس على نفسه. هو عارف انه لو قرب من اي حد تابعي انا ههرس امه، عشان كده هو بعيد عننا، بس باين كده ان عقله خف. برافو عليك. مبروك عليك المحل الجديد. الله يبارك فيك. لو عوزت اي حاجه ليك او لاي حد من معارفك المحل تحت امرك. متشكر جدا. بس انت ما قلتليش انت اسمك ايه؟ انا اسمي سامح. عشت الاسامي يا استاذ سامح. بعد اذنك. اتفضل يا منير. سلام. شرفت. حماتك بتحبك. وانا بحب بنتها. يا حياتي. قولي ايه الزعيق اللي كنت سامعاه تحت ده؟ لا مفيش، ده ما تحطيش في بالك. انا مش حاطه حاجه في بالي. يلا ادخل خد دش وبعدين نيجي نتغدى. الاكل ريحته حلوه قوي. تعالى طب اغسل ايدك الاول. اغسل ايدي ايه بس؟ قولي اخبار الشغل ايه؟ والله مش قد كده يا عم. قول الحمد لله النهارده اول يوم. الحمد لله على كل شيء، بس زي ما بيقولوا الجواب بيبان من عنوانه. عنوانه خير، احنا بس نتفائل. مش عارف مين اللي هيفتح المحل بكره الصبح، انا لازم اروح الشغل. انا هقف مكانك. لا طبعا. لا ليه؟ هو احنا المحل ده مش عاملينه عشان نوسع دخلنا، ولا عاملينه عشان وانت في الشغل بنقفله؟ يبقى ما كانش له لازمه يجي. يا نهلا، انا مش عايزك تقفي وتبادلي نفسك مع الناس اللي تحت دول. الناس اللي هنا دول يبقوا جيراننا واهلنا، وبعدين يا سيدي سيبني اتسلى. مش عارف والله، والله انا حاسس ان احنا كان غلط ان احنا جينا هنا اصلا. بالعكس، يمكن يكون احسن قرار خدناه. خش بقى استحمى عشان نكمل اكلنا. يلا يلا. الرز حلو. والفراخ احلى. ماشي يا منير كلب، أنا أوريك. سامح رايح فين؟ هجيب سجاير. يا سلام، دلوقتي. أنت عارف الساعة كام؟ يا حبيبتي مش هتأخر. يا حبيبي مش على كده، مش هتلاقي حد فاتح. هو طبعي ولا هتشتريه؟ لازم أدخن سيجارة قبل ما أنام، إيه؟ كل المحلات تحت أكيد قافلة. هو أنا هطلع أجيب سجاير من بره.
طالما هتطلع بره يبقى استناني اغير بسرعه واجي معاك، نتمشى شويه زي زمان. فاكر؟ فاكر. ماشي يا ستي بسرعه. حاضر، خمس دقايق. يلا. ايه يا عم شباب الرياضه؟ السلام عليكم. عايز ايه يا عبدو على المسا؟ انا اقول لك انا عايز ايه. ايه في ايه اللي حصل؟ عارف لو اتكلمت هدومك. السنيورة الحلاوة دي شوية مية نار بمليم هيجيبوا وشها الأرض. أنت سامع؟ قوم قوم قوم، تعالى معايا. هاجي معاك على فين؟ إيه اللي على فين؟ أنا لازم أبلغ. تبلغ مين؟ أنت مالك؟ إحنا مالنا إزاي؟ يعني الراجل يروح حضر ولا إيه؟ اطلعي أنت، اطلعي بقول لك. مش هطلع. اطلعي يا نهلة. الو بوليس النجده. انت بتقول انك شفت كل حاجه صح؟ ايوه يا فندم انا شفت كل حاجه. طيب ممكن تفضل معايا؟ طيب من فضلك يا فندم استعجلينا الاسعاف. طيب حاضر. ايوه يا فندم تعالى. يلا يا ابني. ايوه يا فندم عايزين بس حد يستعجلنا الاسعاف. اه يا فندم تمام تمام. يلا يا ابني بسرعة. تمام يا فندم تمام تمام مين؟ افتحي. انت عايز ايه؟ بقولك افتحي. انت عايز مننا ايه؟ هي كلمة واحدة مفيش غيرها. لو محروس جوزك جاب سيرتي بقيتوا حاجة، انت وهو عمركم خلص. وانا وكده كده مش خسران حاجة يعني. كلميه فهميه على طول. يلا. هو مش هنا. هكلمه اقول له ازاي؟ ايه؟ ما معكيش تليفونه؟ تليفوني. ايه؟ يلا. سامح انت فين؟ الو بقول لك ايه؟ لو جبت سيرتي مش هتلاقيها على قيد الحياه. مش هما برضه بيقولوا كده؟ ماشي يا حلاوه.